قصر بن وردان على أطراف بادية الشام، حوالي 60 كيلومتر شمال شرق مدينة حماه، وأقرب ما له الأندرين. يقال أن بني بالعصر الروماني بعهد الإمبراطور جوستينيان بالقرن السادس الميلادي. في لوحة حجرية مكتوب عليها أن بني في عام 564 للميلاد. طبعا يتميز بطراز معماري فريد، فهو مبني من أحجار البازلت والطين، الطين اللي ممزوج بالورد والمسك والحصى. هذا الطراز يسمى الأبلق. في أسطورة شعبية تقول بأن باني القصر رأى بالمنام أن ابنه الوحيد يصاب بلدغة عقرب، فبنى القصر بالورد يعني بالطين اللي ممزوج بالورد والمسك، والاعتقاد أن رائحة الورود تطرد العقارب. طبعا سبب التسمية نسبة لشخص من أمراء البادية سكن القصر في فترة من الزمن، يقال إن من قبيلة عنزة. مساحة القصر حوالي 2000 متر مربع، وداخله في ساحة مساحتها حوالي 400 متر مربع، وبئر ماء، وحتين حجريات مكتوب عليهن أو منحوت نحت أن بني عام 564 للميلاد، وتحتها عبارة الكل لجلال الله في لغة يونانية طبعا. واللوحة الثانية كتب عليها هذا الباب صنعه الله وسيدخله كل الصالحين. نعم، طبعا كل الكتابات هي باللغة اليونانية القديمة البيزنطية. ميزت قصر بن وردان أن لحد الآن كل ما نزل المطر تنبعث منه روائح عطرية، روائح مسك وورد. طبعا تعرض للدمار بقصف الطيران وغيره، وتهدم جزء كبير من القصر في عام 2013 و2014.